أهلا بكم في تواصل دوت كوم. أعدمت السلطات الإيرانية الصحفي المعارض روح الله زام بزعم ضلوعه بالتظاهرات المناهضة للنظام في البلاد. وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن معارضة الصحفي وأن طهران بالأحرى بأن طهران قامت بإعدام المعارض الصحفي الذي تم اعتقاله العام الماضي، وذلك بعد استدراجه من فرنسا إلى العراق بدعوة من العراق، وتم اعتقاله داخل الحدود العراقية ومن ثم تسفيره إلى إيران. طبعا فر الصحفي وهو ابن إصلاحي بارز من إيران وحصل على اللجوء في فرنسا كما أشرنا العام الماضي، جاء بدعوة من العراق وأوقعت به المخابرات الإيرانية وتم اعتقاله من بغداد ومن ثم إلى إيران. دعونا نتابع مقطعا عرض العام الماضي أثناء اعتقاله في العراق. طبعا ناشطون وصحفيون أطلقوا واسم على منصة تويتر روح الله زام بعد تنفيذ حكم الإعدام به من قبل السلطات الإيرانية. دعونا نقرأ بعضا من التغريدات على منصة تويتر. زياد السنجري الصحفي العراقي قال: صحفي أراد الحرية لبلده، لم يقتل أحد ولم يسرق أحد، وظف قلمه ونشر حقيقة النظام الإيراني الإجرامي، أوقع به مكتب المرجعية بعد أن وجه له دعوة لزيارة العراق لكنهم خطفوا الضيف من المطار. المرجعية لم تستفسر عن سبب خطفه ولم تطلق مناشدة لإيران واكتفت بالصمت. روح الله زام دفع ثمن حرية الكلمة. روح الله زام جمال عبيدي قال في آخر لقاء له مع والديه في السجن قبل الإعدام، قال: أخذوني الاستخبارات لكربلاء ولم أستطع زيارة الإمام الحسين عليه السلام. فجر اليوم أعدم الصحفي ومؤسس موقع أمد نيوز روح الله زام، وهكذا تستمر ماكينة القتل والإعدام وقد تطول لأربعة عقود. أحمد سامي قال: تسليم العراق للشهيد روح الله زام إلى إيران كان ثمنا لمقتل الإرهابي السليماني في بغداد. قال: لعن الله الخونة والمارقين والذيول من النجف إلى قم. ياسر غرد وقال: الولائيون كتلوا نفسهم على فلود الأمريكي وخاشقجي السعودي اللي هم ما لهم علاقة بالعراق، وغلسوا على روح الله زم الإيراني اللي انخطف من العراق. يقول: ذيول الأرجنتين ولا تصير لكم شارة. تستمر ميليشيات الصدر بملاحقة الناشطين في العاصمة بغداد وتهديدهم واختطافهم والاعتداء عليهم في محاولة للحد من المشاركة بتظاهرات ساحل التحرير. الناشط المدني سلوان السعدي تعرض لاختطاف من قبل الميليشيا التي اقتادته لجهة مجهولة واعتدت عليه بالضرب. لنستمع لروايته بعد أن تم إطلاق سراحه في المقطع التالي. لا خليه مو هنا سلوان، ها شنو؟ وين ضربت؟ زين شوف حجي، مختصر الحكي، ساعتين ونص اخذوني، ساعتين ونص كلبوا بي انا واثنين ولدي، اثنين طفره، وانا كلبوا بي قدام الضباط والجيش وكلهم موجودين. اخذوني خمسه، بعدين صاروا 15. هاي اليوم شنو؟ الجمعه؟ مش قد الشهر؟ 11 يمكن 11 12 ما اعرف. المهم هم يدرون ساعة بثنتين ونص، يمكن ساعتين يقتلون بي، هم 12 واحد، يمكن 20 واحد أنا أتذكر. وفي نفس الإطار واستمرارا لمحاولات الميليشيات المستميتة لوأد ثورة تشرين، هددت ميليشيا الصدر الناشط عباس الطائي أثناء وجوده قرب ساحة التحرير في بغداد وقيامه ببث مباشر على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك. يأتي هذا في وقت أكد فيه ناشطون اختطاف الطائي عقب هذا التهديد. دعونا نتابع هذا المقطع. حاكيني هنا ليش؟ تعال بس تعال لي، بس حاكيني هنا عباس، تعال لي قلت له
ليش قل لي شكو بس قل لي قلت لك تعال لي بقى. يعني وين نروح يم الشباب؟ لا مو يم الشباب هنا بين وبين. يلا قول قول حبي عباس انت خوش ولا ايه مالك ليش تنشر؟ ما بس بس ما عدي انا محظور؟ لا 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 محظور شهر؟ لا والله محظور. انت عباس ايه ذاك اليوم الناشر نشر تعال بعراق افا بعراق لا 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 حتى شوية وجيك قايمين عليك دعوة لا شوية وجيك ولا قايمين عليك دعوة ايه قدم ولا تتحرى بعراق حتى اجي تعال يا معاون ما ناشر اي منشور ابو عراق شنو 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 هذا عباس برقم 9 طالع انا من فريق 9 اليوم هسه دقيقه هسه بس خلي اجيب راح اودي لك اياها بس شدك تنشر عليها ما ناشر اي منشور ما ناشر اي منشور صبحت محظوره يعني عباس 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 انت من تستحي حتى هسه من اسلمك اقيم دعوه عليك ما حد يقول لي ليش انا احمد الحلو انا ما ناشر والله قلت انا عباس هذا منشور اذا شفتك اذا شفتك هسه لا بالساحه انا اقيم دعوه عليك ايش حكي وتروح انشر عليه لا ما انشر ما هم روح انشر عليه طبعا تم اختطافه بوجود كما نشاهد في الفيديو القوات الأمنية المنتشرة حول ساحة التحرير في العاصمة بغداد. ناشطون عراقيون أطلقوا الحرية لعباس الطائي هذا الوسم على منصة تويتر. دعونا نقرأ بعض من التغريدات. نادين غررت وقالت الله ينتقم من كل من يخطف ويروع ويقتل ويهجر ويهدد النشطاء والناس أصحاب الكلمة الحرة فقط لقولهم كلمة الحق التي ترعبهم وهم في كراسي حكمهم بس نسوا حكم رب العالمين يمهل ولا يهمل الأنذال الجبناء كما أسمتهم لو بيكم زود ما خطفت ناشط سلمي مجرد فاتح موبايله يصور بس الدنيا دوارة. سيف غرد وقال الحرية لعباس الطائي أغرب ما في اعتقال المتظاهرين هو أمرين الأول يعتقلون أما أجهزتهم الأمنية المكلفة بحمايتهم والثاني يعتقلهم ذيول وهمج ولا يعرفون معنى للثقافة وحب الوطن. مصطفى قال ما هذه الغابة التي نعيش فيها أصبح المطالب بحقه مجرم يعتقل ويعذب ويغيب العار لكل ساكت عن الحق الحرية لعباس الطائي. صادق قال الحرية لعباس الطائي هيهات من مصادرة حياتنا وحريتنا. صور توثق لحظة تبادل إطلاق النار بين حماية النائبين في البرلمان الحالي طلال الزوبعي وكريم أبو سودة بعد مشاجرة كلامية بينهما حول من يقف في الصف الأمامي خلال افتتاح شارع تم تعبيده مؤخرا. هذه الحادثة التي حصلت في قضاء أبو غريب غربي العاصمة بغداد لاقت تفاعلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي بالتزامن مع عودة ظاهرة الدعاية الانتخابية المبكرة حيث أعادت الأذهان حملات نشر السباس التي قام بها المرشحون في الدورة الانتخابية السابقة. نشاهد معا جانبا من تبادل إطلاق النار بين أفراد حماية النائبين. بس والله ضربهم ضربهم اطلع اطلع لك يطشر يا جامي جاس جامي يضرب والله يعني هذا الامر يحدث في العراق يعني كانه شجار او معركه بين عصابتين نشاهدها في احد افلام
هوليوود. النائب كريم أبو سودة وبدلا من تهدئة الموقف قام بحمل السلاح وقام بإطلاق النار في الهواء بصحبة أفراد حمايته في مشهد من مشاهد فوضى السلاح في العراق. دعونا نتابع. لا تحاسب الحكومة هؤلاء أم أنها فقط تستضيع على المواطن البسيط؟ نقرأ من تفاعل الجمهور العراقي حول تبادل الإطلاق بين النائبين في قضايا أبو غريب غربي العاصمة بغداد على منصة فيسبوك. علاء العزي قال: هاي تبليط شارع صارت بالسلاح، لو بناء مدينة نموذجية وبيها مولات ومستشفيات ومدارس ودوائر خدمية وصحية ايش راح يصير؟ لينا قالت: بعد 7 أشهر على الانتخابات وهيش بالرصاص، لعد بيومها ايش راح يصير؟ تتساءل. هاشم محمد قال: دي يتعاركون على خدمة المواطن والطلقات طاح بيها المواطن بس. جعفر فيصل قال: تعاركوا على مول التصوير بشارع مبلط يا معودين العطواني، يقصد المصور العطواني موجود وجيته بنص الطين ويصوركم. يقول الألماني هاينر شابول الأديب الملتزم بقضايا الإنسانية كما يوصف: إن الطريق إلى المدرسة علمني أكثر من المدرسة. ويبدو أن هذه المقولة تنطبق على أطفال العراق وطلابه عندما يذهبون إلى مدارسهم. ففي ظل استمرار الفشل الحكومي وتردي الطرق في مناطق محافظة البصرة والمحافظات الأخرى، يضطر طلاب المدارس الابتدائية إلى استخدام طرق بدائية وسائل نقل غير مناسبة للوصول إلى مدارسهم. أظهر مقطع مصور نقل عدد من طلاب المدارس الابتدائية بالجرافات في طرق غير ممهدة في منطقة الطوبة والنخيلة وسط عجز حكومي لحل هذه الأزمة المستمرة منذ سنوات. دعونا نشاهد هذا المقطع المؤلم لأطفال المدارس في محافظة البصرة. ونقرأ من تفاعل العراقيين على منصة فيسبوك حول هذه اللقطة بنقل الطلاب بكيلة الشفل كما تسمى باللغة العامية العراقية أو اللهجة العامية العراقية. عز الناس أمي كما أسمى أو أثبت نفسها: شو وقت نتغير ونطور، شوف العالم وين وصلت وإحنا أبسط الأشياء محرومين منها، لك الله يا عراق. حيدر قال: هاي بسبب الجوكرية أولاد السفارات المتظاهرين اللي طلعوا يطالبون بحقوقهم. زياد النجفي علق وقال: حكومات وأحزاب فاسدة، يعني ايش تترجى منهم غير الخراب، الله ينتقم منهم. عبد الزهرة قال: هذا حال أغلب مناطقنا، إذا أنتم بالكيلة مناطق بالبلم المشتكى لله. والآن نذهب إلى أنت ترى. وصلنا فيديو عبر خدمة أنت ترى التي توفرها قناة الرافدين لمشاهديها الأعزاء، يوضح حال شارع مستودع الفاو النفطي وطريق عمال الميناء في محافظة البصرة الذي يعاني من الإهمال. دعونا نشاهد هذا المقطع. هاي مناشدة إلى مدير بلدية قضاء الفاو. هذا شارع البوابة القديمة اللي يودي إلى مستودع الفاو النفطي، هاي طين من المطرة لحد الآن. هذا الشارع هيك صحيح، هذا بيت أبو يوسف بويس، بس بعده لحد الآن هذا بيت أبو يوسف. لا ماكو، لا عموما هو في سونة ماكو فايدة،
لازم منهولات او طبقه تبليط خفيفه حتى لو اي والله لان هاي كل مطره هاي جاي تصير صيان. هاي مستودع الفوان النفطي هاي الصبح عمال كوريه وموظفين الشركه كله منا طريقهم حتى من يجروح الباص راوكات منا يجي كله منا. هاي اثار السيارات واللوريات هواي معاناة الاهالي. لا تقصر استاذ رحمه الله ما يقصر ان شاء الله ما يقصر ان شاء الله ما يقصر ان شاء الله ما يقصر. وصلنا عبر البريد الإلكتروني لقناة الرافدين رسالة جاء فيها: السلام عليكم أخي بلكي، تسوون مناشدة بخصوص قرار المرور الجديد الخاص بمنع اللوريات من الدخول إلى العاصمة بغداد من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة 10 مساء، يعني بهيج حالة شو وقت نحمل وش وقت نفرغ ومن نوصل نص الليل منو يجي ينطيك الحساب ومنو يدخلك من السيطرات المنتشرة بمداخل المناطق. نذهب إلى الهاشتاج. يحتفل العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10 من كانون الأول ديسمبر من كل عام، ويرمز هذا اليوم لليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة في الأمم المتحدة في عام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهو وثيقة تاريخية أعلنت حقوقا غير قابلة للتصرف حيث يحق لكل شخص أن يتمتع بها كإنسان بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو اللغة أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر. وهي الوثيقة الأكثر ترجمة في العالم، وهي متاحة بأكثر من 500 لغة عالمية. ناشطون ومغردون تفاعلوا مع وسم تقويض حقوق الإنسان خلال الأيام الماضية تعبيرا عما يعانيه الإنسان العراقي من انتهاكات جسيمة لحقوقه من قبل الحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003. دعونا نقرأ بعض من التغريدات على منصة تويتر تحت هذا الوسم. تبارك غررت وقالت في اليوم العالمي لحقوق الإنسان: لنذكر العالم والدول المدافعة عن حقوق الإنسان هنالك أكثر من 800 متظاهر وصحفي هناك أكثر من 800 متظاهر وصحفي وناشط حقوقي عراقي قتلوا في العراق في عام واحد فقط 2019-2020، وذلك لأنهم عبروا عن رأيهم وطالبوا بحقهم تقويض حقوق الإنسان. عمار غرد وقال: ثورتنا تريد أن تكسر حاجز الظلم وحاجز الخوف الذي يكون سبباً لأذى العديد من الناس، ثورتنا ستغير كل شيء للأحسن. زينة غررت وقالت: الحقوق التي هي من حق أي مواطن، السكن، الوظيفة، حماية من أي اعتداء وغيرها، لم تتواجد إلى اليوم لأي عراقي، لماذا هذا الحرمان؟ زهراء: لا يزال المدافعون عن حقوق الإنسان وحرياتهم مستهدفين من قبل الدولة، تقويض حقوق الإنسان. نذهب الآن إلى القصص المنوعة. إعلان التطبيع الرسمي بين المغرب والكيان الصهيوني في رابع إعلان من نوعه بعد الإمارات والبحرين والسودان، في خطوة تخالف تطلعات الشعب العربي تجاه قضية مصيرية، قضية فلسطين. التفاصيل في تقرير مع موقع أنا العربي. I've always believed that this historic day would come. I want to first thank President Trump for his extraordinary efforts. I want to thank too the King of Morocco, King Mohammed VI, for taking this historic decision to bring a historic peace between us.
شائعات مضللة أم مخاوف حقيقية؟ ما نصائح هيئة الصحة البريطانية للسيدات الحوامل حول لقاح فايزر؟ لنتعرف عليها في هذه المادة المنتجة من قبل شبكة رصد. وبهذا التقرير نصل إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.